استكملت هيئة الشارقة للآثار رحلة معرضها التوعوي المتنقل آثار الشارقة الذي وصل مؤخرا إلى ساحة حصن خورفكان، وذلك من أجل تعريف الزوار بتاريخ الإمارة العريقة. بهدف تعريف الزوار بالمقتنيات الأثرية للإمارة، وصل المعرض التوعوي المتنقل آثار الشارقة إلى محطته الجديدة ساحة حصن خورفكان، المعلم التاريخي الأكثر شهرة في المدينة، حيث استعطبت المكتشفات الأثرية التي عرضتها هيئة الشارقة للآثار اهتمام سكان المنطقة وكذلك السياح القادمين من داخل الدولة وخارجها. ويتضمن المعرض المتنقل مجموعة من المجسمات لأهم المكتشفات الأثرية في مواقع التنقيب الأثري بالإمارة، إلى جانب مكتبة مصغرة لإصدارات الهيئة المختلفة من الحوليات والكتب المتخصصة في المجال الأثري بمناسبة احتفالات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019، إضافة إلى مطويات توعوية عن أهم المواقع الأثرية في الشارقة. زوار المعرض أبدوا إعجابهم بالمقتنيات الموجودة التي تبرز أهمية المكتشفات الأثرية في الإمارة وما تتمتع به الشارقة من تاريخ عريق، إلى جانب تعرفهم على هيئة الشارقة للآثار ودورها في عمليات التنقيب والبحث عن المكتشفات من أجل تعزيز الهوية الأثرية في المنطقة. هذا وتسعى هيئة الشارقة للآثار إلى تعزيز الخريطة الأثرية والتراث الثقافي والمكانة التاريخية للإمارة من خلال البحث والتحري عن المواقع الأثرية والمناطق التاريخية المنتشرة فيها، والقيام بعمليات التنقيب عن الآثار وترميم وصيانة المكتشفات الأثرية باعتبارها إرثاً تاريخياً وطنياً وإنسانياً.